صابون الغار مو بس هو لغسيل الايدين وهيك، طوروا الناس وصاروا يدخلوا فيه منتجات تانية لحتى يهتموا بالبشرة، لحتى يهتموا بالشعر. رح نحكي أكثر عن تطوير الغار، ونحكي أكثر تطوير هي الزيوت وإدخال عليها مواد إضافية أخرى مع الأستاذ جوزيف. صباح الخير، أهلين، كيفك؟ أهلا وسهلا أهلا بحلب. وسهلا فيك. يسعد صباحك سيد جوزيف. مش اليوم المواد سلامة. الطبيعية، يعني عم نشوف انه كل العالم عم تميل للمواد الطبيعية، عم تروح لها بكل طاقتها، لانه صارت هي مطلب كانت تستخدم سابقا، ورجعت يمكن العالم اللي هي كلها بتحب تاخذ المواد الأولية والمواد الطبيعية. 100%. هلا الدنيا كلها عم ترجع على الطبيعة، عم ترجع على المنتجات الطبيعية. نحن بخصوص شركتنا، يعني نحن بسنة 2000 بلشنا ناخد مهنة الصابون ونطورها، فقدرنا نطلع مثلا الصابون السائل، الصابون المعجون اللي مثل الكريم، وصار في عنا إضافات، وطلعنا من هالمهنة منتجات جديدة وقدرنا نصدرها لأوروبا، وهي كلها منتجات طبعا طبيعية وفيها الإضافات بنسميها محسنات. نحن بالمهنة المحسنات بتكون عادة زيوت وشغلات مفيدة للبشرة أو للشعر، وأكثر المنتجات موجهة للحمام لأنه المنشأ تبعها هو صابون هو الغار. صابون الغار المنشأ إيه؟ تماما. هلأ البيز، القاعدة هي زيت الزيتون، نار على العلم، وزيت الغار، والباقي إضافات ومحسنات. تماما. هذا مسيو جوزيف، يعني خلينا نحكي أكثر ونعطي حقه لهذا المكان يلي في أشخاص كتير تعبوا على تأسيسه، على أنه جمع عدد كبير من العائلات الحلبية يلي متوارثين المهنة من الأجداد، وحافظوا على الغار وحافظوا على البرودكت ككل، يعني صابونة الغار. خلينا نحكي أنه حضنهم بمكان واحد وسط حلب القديمة بالتزامن مع عمليات إعادة الترميم، قديش هي خطوة مهمة ومنيحة؟ بالأصل هي صناعة الصابون، طبعا حكوا زملائي صناعة الصابون قديمة كتير بحلب، مو مثل ما قالوا، يعني قديمة ألوف السنين، حوالي 4000 سنة. بحكي لك بعدين على موضوع تاريخي شوي بخصوص الغار. اوكي. إنما بالنسبة لحلب هي دائما عائلات هي التي تصنع صابون الغار وبتوارثوها أبا عن جد. فعنا عائلات مشهورة وكلهم عائلات قديمة، مشان هيك بتشوفيهم بمنطقة حلب القديمة. عنا عائلة الزنابيلي مشهورة بصابونة، عنا عائلة الفنصة، نجار، في عنا عائلات صباغ. فلذلك بتلاحظي صابونة الغار دايما عليها ختم وبيحطوا اسمهم عليها، صباغ صابوني، يعني في كتير عنا عائلات، وهذا شيء حلو يعني بتوارثوه. بالنسبة لتاريخ الغار، ما بعرف إذا في معلومة، يعني كليوباترا كانت تجي تاخذ، وقت تجي تقابل أنطوني بميناء اسكندروني هون قريب من حلب، كان تشتري الصابون الحلبي، يعني تاخده معه لهونيك. الصابون كتير قديم عنا، وطلع من عنا بأيام الحملات الصليبية، طلع من عنا وراح لفرنسا لحتى عملوا بعدين سافون دو مارسي. سافون دو مارسي هو أصله من هون. طبعا هن ما عندهم غار، عملوه بس بالزيتون. أوكي. المهنة من هون، الأصل من عنا. يعني وقت بنحكي يمكن عن تاريخ المهن وتاريخ أي شيء موجود بهالبلد، ما فينا نحصره، لأنه نحن عم نحكي عن حضارات كتير مرت عن المنطقة، ودائما دراسات وأبحاث كل حدا بيقول إنه هاي المهنة هيك طبعاً. كان وقتها، هاي المهنة ما هيك كان وقتها. خبرنا شوي سيد جوزيف عن شغلكم، خبرنا شوي عن الآلية المتبعة بتحضير المواد. هلا نحن الأصل
صناعة مستحضرات تجميل. خبرتنا بصناعة المستحضرات من خلال الدورات اللي كنا نعملها برا، دراسات كذا، خلتنا نقدر انه نطبق هالمعلومات بنفس المواد الطبيعية، بنفس مبدأ صابون الغار، وقدرنا نطالع منتجات على نفس المسميه الميثود، الطريقة، يعني نفس الطرق إنما بمواد طبيعية. وأخذنا شوي من خبرة الأجداد والآباء بخصوص المهنة. ممكن وممكن لسه في أصناف ما طلعت يعني تحت الدراسة، شوي الأزمة سببت لنا تأخير يعني، بس هلأ حاليا إن شاء الله في عنا منتجات جديدة وعم تتحضر، وعنا طلبيات رح تتصدر وعم نصدر إلى أوروبا أكيد. يعني مستر جوزيف، أنت من الأشخاص يلي كمان رجعت بمرحلة من المراحل من الصفر لحتى تحافظ على مهنتك أكيد، ولكن كنت عم بسأل من شوي سؤال للأستاذ الياس، أنه نحن دائما منبحث عن المادة البيور، منحسها أكثر فائدة، إن كان بصابون الغار أو إن كان بأي زيت نحن منلجأ له، منقول لا بدي صابونة الغار، ما بدي فيها لون، ما بدي فيها ريحة، ما بدي فيها يانسون، ما بدي فيها حبة بركة، ما بدي فيها هيك. ولكن أنتو كبرودكت مختص بصابون الغار، صحيح هي بتفقد يمكن فائدتها ولا لا؟ هي إضافات جديدة، كيف مندرسها أنه ما تعمل فيدباك هاي البرودكت؟ بندرسها انه يكون اقل ما يمكن كيمياء، مواد كيميائيه بالمنتج. اما لما بتقولي اذا قلتي زيت اليانسون او زيت حبه البركه او كذا، هدول بالعكس هدول محسنات، يعني هذا ما بيضر المنتج، بينفعه، وخاصه انه هو انتاجنا يعني محلي، انتاج البلد. بس لما ما بنحط مواد حافظه، لما ما منحط عطور، العطور هلا معظمها كيميائي، يعني العطور هي عبارة عن الديهيدات وهيك شغلات، هدول هن الأشياء اللي عم نحاول نتجنب نحطهم بالمنتجات. الأصبغة مثلا، الأصبغة كتير مؤذية، الأصبغة هدول اللي ما لازم نوجده حتى يطلع منتج بيور نقي مواد طبيعية. أما إذا أضفنا له زيوت، هي محسنات، زيت اللوز، زيت اللوز رائع للبشرة، هي زيوت طبيعية وكلنا نستخدمها. اليوم سيد جوزيف، أنتم منتجون شاركتوا بالتكية الإسلامانية بدمشق بمنتجون 2020، خبرنا عن هي المشاركة قد كانت مهمة بالنسبة لكم، وأنتم كمنتجين وكصناعيين إلى أي حد محتاجين لعرض المواد اللي عم تشتغلوا عليها؟ كتير كان المعرض رائع بالشام بالتكية السليمانية، وهو كان أول ظهور لنا بعد ما رجعنا يعني وتحرر المعمل، وهذا الإقبال كان رائع. وأنا بعتقد أنه الإعلام بيلعب دور كبير ببيع المنتجات، لأنه الصناعي بتعرفي إذا ما باع ما بيقدر بيطور. تمام. كانت يعني كان معرض ناجح جدا، كانت تجربة حلوة، تجربة حلوة بالنسبة لنا كشركتنا، نحن هي أول تجربة وقت من بعد ما رجعنا يعني. نعم، ان شاء الله يا رب هيك المنتجات تكون اكيد اقوى، ونمبر 1 هي عالميا اكيد. يعني البرودكت يلي هو منشأ وبيكون من الارض الاساسيه له، اكيد بيكون له فائده، له نكهه، له مكانه كثير مميزه عند الاشخاص. أكيد. شكرا كثير للروح الحلوه اللي عم نستمدها من تجارنا، من المنتجين، من المصدرين، من صاحبين المنشآت والمعامل يلي هي عن جد عم تقدم لنا دعم كبير، انه عم نرجع نبدأ من الصفر، وعجلة الحياة ما بتتوقف أكيد. عندي بس ملاحظة، الصناعي الحلبي مثل الذهب العتيق، كل ما بتحكيه أكثر بيلمع. صح. فلا تخافوا على الصناعة بحلب. أكيد دايما مطمنين، دائما عنا هيك صناعيين، وعنا
أيضا شباب حلبي، يعني مجرد دخولنا إلى مدينة حلب وشفنا كيف من أيام الانتصار والتحرير إلى حد الآن قديش تطورت حلب، هذا الشيء بيفتح القلب وبيعمل سعادة. شكرا كثير لوجودكم معنا سيد جوزيف، نتمنى لكم كل التوفيق يا رب.